الرحيم، هنشرح الجيومتريك تولرانسنج اللي هي التفاوتات الهندسية. خدنا قبل كده اللي هي تفاوتات الأبعاد، اللي هي لو انت عندك مقاس اي حاجة بتحدد لها تفاوت، لان استحالة ان انت تنتج الشغلة بتاعتك بالمقاس المطلوب بالظبط، 20 ملي مثلا قطر الاسطوانة، فلازم احط لها تفاوت من زيرو لزائد 1 من 100 على سبيل المثال، يبقى مسموح للقطر ان هو يكون في حدود التفاوت المسموح به. التفاوتات الهندسية دي اللي هي التفاوت في الشكل الهندسي، ممكن الشكل اللي انت بتنتجه يكون فيه اخطاء من ناحية الشكل الهندسي، زي لو انا عندي اسطوانة، الاسطوانة دي ممكن المقطع بتاعها يكون غير دائري، او يكون المحور بتاعها منحني، او لو انت عندك بليت فممكن السطح بتاع البليت يكون غير مستوي، وهكذا. يبقى دي اللي هي التفاوتات الهندسية، فالمفروض ان احنا نحدد التولرانسز الخاصة بالتفاوت الهندسي، ونشوف ازاي هنحطها على الرسم الهندسي، لان ده بينزل الورشة يتنفس، فبعد ما يتنفس بنقيس، زي ما بنقيس المقاس بتاع الشغلة لازم اقيس التفاوتات، اقيس الشكل الهندسي، نراجع الشكل الهندسي ونشوف في حدود المسموح به ولا لا. كل خاصية من الخواص الهندسية اللي عندي ليها سيمبل، رمز خاص بيها عشان اقدر احطها على الرسم. فاجي بالنسبة للخواص او السيمبلز اللي موجودة عندي، في اول حاجة بنقسمهم ل او بنصنفهم لفورم تولرانسز وبروفايل واورينتيشن وران اوت ولوكيشن. لو خدنا الفورم هنلاقي فيه الفلاتنس، ده الرمز بتاعه زي ما انت شايف اللي هو المتوازي الاضلاع، الستريتنس، السيركولاريتي والسلندريستي. الفلاتنس يعني احنا عاوزين السطح مستوي في حدود تفاوتات معينة، الستريتنس عاوزين خط مستقيم زي مثلا المجاري بتاعة المخرطة، عاوزينها ستريت برضو في حدود التفاوت اللي هو بيحدده لي، لان لو الفرش بتاع المخرطة لو المجاري ما هيش ستريت، فمعنى كده ان الكارج هتمشي على خط غير مستقيم، يبقى الطول بالنسبة للشغلة هتتحرك بطريقة خاطئة، فيبقى الشغلة هيطلع فيها عيوب. السيركولاريتي ده خاص بأي جسم ليه مقطعه دائري، فدي بنسميها سيركولاريتي أو الراوندنس، يبقى لازم نختبر المقطع ده دائري ولا لأ. السيلندريستي اللي هي الاسطوانة، بختبر الاسطوانة كلها، بدل ما اختبر مقطع واحد على الاسطوانة هو دائري ولا لأ، لأ بختبر سطح الاسطوانة كله. بعد كده البروفايل، في اللاين بروفايل لو انا بقى عندي شكل سطحي لا هو مستوي ولا دايره، واخد شكل معين كيرف معين، فممكن اختبر اي كيرف على السطح او اختبر السطح كله، يبقى اسمه سيرفيس بروفايل. نيجي بعد كده للاورينتيشن، الاورينتيشن اللي هي بتحدد لي الاتجاهات، حاجه بتحدد لي الاتجاهات زي التعامد، البيربنديكولاريتي والانجولاريتي والباراليزم. البيربنديكولاريتي اللي هو تعامد حاجتين على بعض، يعني سطحين مع بعض، خطين، خط مع سطح، فزي ما بنقول ايه، خط بيتعامد مثلا مع سطح، فانا قلت مع سطح يبقى انا لازم احدد السطح اللي هيتعامد معاه، يبقى لازم يكون له ديتا، انا بقول الخط ده هيتعامد مع ايه، مع خط تاني، بقى الخط التاني ده هو الديتا بتاعي. الانجولاريتي اللي هي الزاوية، عندك زاوية سطح بيميل على سطح تاني بزاوية 30 درجة على سبيل المثال، 30 دي لو انا عاوز اكتب لها تفاوتات مينفعش اكتب لها تفاوت كده 30 زائد او ناقص زي ما بنكتب في تفاوت المقاسات، لأ بحدد التفاوتات بتاعتها بطريقة اللي هي بالفريم او بالتفاوتات الهندسية. يبقى كده الباراليزم اللي هو التوازي، برضو توازي خط مع سطح او سطحين مع بعض او مهم عنصرين مع بعض، ويبقى برضو ليها لازم ديتا. السيركولار بعد كده الران اوت، ففي السيركولار ران اوت
اللي هو دوران زي دوران عمود المخرطة على سبيل المثال، ما بتختبر كل مقطع لوحده حسب ما هو عاوز، يبقى ده سيركولار ران اوت، او بتختبر العمود كله، سطح العمود كله توتال ران اوت. نيجي بعد كده لللوكيشن. اللوكيشن يا اما كونسنتريستي او كواكسياليتي، هتشوفوا الفرق بينهم بعد كده، لكن احيانا كتير بنطلق على الاثنين كونسنتريستي. ده تطابق محاور، يعني لو انت عندك اسطوانه، الاسطوانه فيها ثقب على سبيل المثال، فانت عاوز محور الثقب منطبق على محور الاسطوانه في حدود تفاوتات معينه، فيبقى دي الكونسنتريستي، التمركز. البوزيشن بتحدد موضع حاجه على سطح، على سبيل المثال بتحدد موضع مجموعه من الثقوب، عندك ثقوب، ثلاث ثقوب هتتقبهم في بليت، فعاوز تحدد مكان الثقوب على البليت، فبتحدده بالبوزيشن. المسافة بين المركزين بتوع الثقب مثلا ما ينفعش احدده مثلا 50 مللي، ما ينفعش اديهم تولرانس زي تولرانس السايز المقاس، لا بوصف، تكتب الخمسين بس، وبتعمله في مربع، تكتب الخمسين دي في مربع بنسميه، وبعد كده بتعمل فريم، الفريم ده بتحط فيه التفاوتات بتاعت البوزيشن اللي انت عاوزها، يبقى ده تفاوت هندسي ما ينفعش تكتبه فيه زي تفاوت الابعاد. السيمتري عندك محور تماثل، ويبقى الجزئين بيمثلوا او بيشبهوا بعضهم كده. دي السيمبولز اللي احنا هنستخدمها. نيجي بعد كده ازاي نكتب السيمبولز دي او نوضحها على رسم الهندسي. السيمبولز اللي احنا عاوزينها بنحطها في فريم، الفريم ده يا اما مكون من 2 كومبارتمنتس او 3 او اكتر. الكومبارتمنت الاولى بنكتب عليها او بنحط فيها رمز التفاوت اللي هو السيمبول عندي هنا ستريتنس. الكومبارتمنت التانية بنكتب فيها التولرانس فاليو، هنا 1 من 10 قيمة التفاوت كام، 1 من 10. لو في حالة توازي عندك فالتولرانس فاليو هي 1 من 10، وطبعا زي ما قلنا التوازي ليه ديتم، يبقى هزود خانة تالتة احط فيها الديتم ايه. نيجي بعد كده للفريم ده، ده السيمبل اللي عندي البوزيشن، وفي هنا التولرانس فاليو 1 من 10، وزي ما انت شايف في فاي، رمز فاي جنب 1 من 10. الفاي دي ايه؟ الفاي دي منطقة التفاوت اللي مسموحالي، منطقة التفاوت هنا عبارة عن اسطوانة زي ما هنوضح بالتفصيل بعد كده. في ديتم، انت عندك ثقب في بليت على سبيل المثال، مثلا نعتبر ان ده بليت وفي ثقب هنا، ثقب هنا، فانت بتحدد البعد من هنا لهنا للبليت، والبعد من هنا لهنا، والبعد من هنا لهنا، كل واحد فيهم بتحدد له تفاوت مختلف، فعندك الديتم A وعندك الديتم B وعندك الديتم C على سبيل المثال، فبحط هنا الديتم A والديتم C والديتم B، تلاتة ديتا. بعد كده انت عاوز المسافة بين السنتر والسنتر، انت مش محتاج بعد كده غير لديتم واحد انت بتنسب للثقب الاولاني، او ممكن تكون محتاج اكتر حسب ظروف الشغل. هنا لو انت عندك 6 ثقوب، 6 هولز اهم، فبتشاور على فريم واحد، على ثقب منهم واحد بس، او بتحط المواصفات لثقب واحد وبتكتب فوقه 6 هولز او 6 اكس. احيانا بنكون عاوزين نحط شرط معين، فهنا فلاتنس والتولرانس فاليو 3 من 10، وبنكتب عليها نوت كونفيكس، يعني انا مش عاوزه سطح محدب، عندك سطح ما انتش عاوزه محدب، عاوزه مقعر، يعني هو المفروض ان هو فلات، لكن لو في عيوب مش عاوزه العيوب بتاعته تبقى كونفيكس، او بكتب عليه هنا نوت كونفكس بالنسبه لسطح معين، افرض ان انا مش عاوزاه كونفكس بس بالنسبه لسطح معين موجود عندي، يبقى في الحاله دي هحط ديتا. هنا ممكن اوصف حاجتين في وقت واحد، فهنا عندي السيمبل اللي هو الراوندنس او السيركولاريتي مع الباراليزم، عاوز توصف محور اسطوانه والسيركولاريتي للاسطوانه. دي اللي هي الفريمز اللي احنا بنستخدمها. بعد كده الفيتشرز اللي هي الحاجة اللي انا بوصفها، الفريم بيبقى له سهم، فبحط السهم على الحاجة اللي انا هوصفها، فانا عاوزة اوصف خط على السطح ده، فيبقى بشاور عليه وبشاور عليه بطريقة متعمدة، او مايلة لاتجاه السهم هو الاتجاه اللي انا هقيس فيه.
لو هنا البعد ده مش مكفي ان انت تكتب فيه، ما بتحط على الاكستنشن للسطح. هنا بيوضح لك ان انت ممنوع تحط السهم ده على امتداد البعد اللي موجود عندك. ليه؟ لان لو انا حطيته على امتداد البعد ليها معنى تاني فهنشوفه. انت بتوصف السطح يبقى شاور على السطح او على امتداد السطح، بس بشرط انه ما يكونش على امتداد المقاس اللي موجود عندك. بص كده بقى، لو انا حطيته على امتداد المقاس اهو، يبقى انا بوصف المحور مش بوصف خط على السطح. يبقى لو انت عاوز المحور بتاع الشكل ده او بتاع الجزء ده ستريت مثلا في حدود معينة او موازي لمحور تاني، يبقى انت بتوصف محور، وده بتوصف محور، يبقى حط السهم ده على امتداد البعد اللي موجود. هنا القطعة دي مكونة من فيها قطرين اتنين، يعني اعتبرهم جزئين. فانا دلوقتي عاوزة بوصف المحور بتاع القطر الاقل الصغير، ولا محور القطر الكبير، ولا محور الشكل كله. لو انا عاوزة محور الشكل الصغير بس، يبقى هحطه على امتداد المحور بتاع ده. لو انت عاوز المحور بتاع الجزء ده بس، يبقى حطه على امتداد البعد ده. بالنسبة لجي فينا فتحة، هي انا عاوزة محور الفتحة بس، انا بوصف محور الفتحة. هنا لو انت عاوز محور الشكل كله، بتشاور بقى على المحور نفسه. هنا عاوزين محور الشكل كله، هنا عاوزين محور مشترك، المحور اللي هو المحور بتاع التقبين، هو ده اللي انا بوصفه، هو ده اللي انا عاوزة اوصفه. نيجي بقى للتولرانس زون. التولرانس زون اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن منطقة التفاوت اللي هي المفروض الخط بتاعي اللي انا بوصفه ما يخرجش، الخط او السطح ما يخرجش عن المنطقة دي، وهنشوفها بالتفصيل بعد كده. فبتبان عندي شكلها من الفريم ده، فانا عندي دي حالة توازي. طب توازي لايه؟ اول حاجة ابص السهم ده الاقيه على امتداد البعد، فعندي هنا تقب وهنا تقب، فعلى امتداد ده يبقى انا عاوزه محور التقب ده، يبقى انا بوصف محور التقب. عاوزه ايه؟ عاوزه توازي. توازي مع ايه؟ مع التقب اللي تحت، مع محوره ولا مع سطحي؟ لا، مع محوره، لان برضو الديتا محطوط على امتداد البعد. وادي التولرانس فاليو زي ما احنا عارفين والديتا، يبقى انا عاوزه محور التقب اللي فوق موازي لمحور التقب اللي تحت، وحدود التفاوت بتاعتي 1/10. التولرانس فاليو عبارة عن خطين متوازيين بينهم مسافة 1/10. واخدين بالنا؟ متقاسين فين؟ في الاتجاه الرأسي اللي هو حاطط لي فيه السهم. يبقى أنا لما راجع الجزء ده هراجع في الاتجاه الرأسي. أما بقى الجزء ده اللي هنا، بص كده بقى، حاطط لي إيه هنا في الفريم؟ حاطط لي فاي. يبقى ده اللي زيادة الفريم ده عن ده. الفرق بينهم إن هنا في فاي جنب التولرانس فاليو. الفاي دي معناها ايه؟ معناها ان منطقة التفاوت عبارة عن اسطوانة، يعني احنا ده هنشوفه بالتفصيل بعد كده. اسطوانة يعني مسموح للمحور اللي هنا ده انه يطلع فوق ينزل تحت يروح شمال يمين يتعرج في خلال الاسطوانة قطرها 1/10 ملي. خلاص، نيجي بعد كده. ده سهم بيوضح لي هنا، السهم ده بيوضح لي اتجاه القياس اللي انا هقيس فيه. انا حاطه السهم عمودي على ايه؟ على الكيرف. يبقى على طول هقيس عمودي على الكيرف. فدي خطوط القياس اللي انا هقيسها اهو، هنقله بحيث انه يكون دايما عمودي على الكيرف. هنا بالنسبه للشكل ده، المحور السهم مايل بزاويه 30 درجه، يبقى انا هقيس على طول 30 درجه 45 زي ما تكون مكتوبه. يبقى انا هقيس على طول في اتجاه 45 درجه على سبيل المثال، فتطلع خطوط القياس بتاعتي كلها متوازيه. هنا بالنسبه للشكل ده، انا عاوز اوصف الثلاث اسطح اللي موجودين هنا دول ونفس المواصفات، فيبقى بشاور مره واحده على الثلاثه واكتب فريم واحد بس، اسجل فريم واحد بس. خلي بالك ان هنا دول ما هماش في مستوى واحد اهم. تعالى هنا هي زيها، بس دول بقى الثلاثه في مستوى واحد، فعشان كده كتبت كومون زون، يعني منطقه التفاوت ليهم هما الثلاثه واحده. نيجي بعد كده للديتا.
اللي انا هنسب ليه، انا عاوزه حاجه بتوازي حاجه، فده الديتم اللي هو اللي هنسب ليه التوازي. الديتم ده بحط الرمز بتاعه في مربع وقعدته مثلث، يا اما بتهشره يا اما بتسيبه بدون تهشير، وممكن احط الديتم على السطح او ممكن على امتداد سطحي لو كان زي ما قلنا البعد مش مكفيني. هنا الديتم لو انا حطيته على امتداد خط البعد اللي انا كاتباه الامتداد ده، يبقى الديتم ده محور، يبقى انا عاوزه المحور، عاوزه حاجه توازي المحور. هنا محور مشترك بين الاي والبي، او الديتم هنا اي وبي، فممكن يكون المحور المشترك اللي بين الاي والبي. هنا المحور بتاع الجزء الصغير بس الفتحة الصغيرة دي، ده الديتم بتاعي. هنا محور مشترك برضو بين الاتنين، ممكن احطه بالطريقة دي. ممكن هنا بدل ما احط رمز للديتم ده السطح اللي انا عاوز اوصفه، فانا عاوز السطح ده يوازي الديتم ده، فما حطيتش رمز لا ايه ولا بيه. نفس الحكاية انا عاوز السطح ده يوازي السطح اللي تحت، يبقى ممكن ما احطش الرمز على هنا. لو انا عندي سنجل ديتم هو بيتحط في خانة، لو انا عندي ديتم مشترك بين حاجتين تقبين يبقى من ال بي، لو انا عندي ثلاثة ديتم زي ما قلت لكم، انا لو انا عندي تقبة هتقبه هنا واجي حرف البليت هون كده، ففي ثلاث ابعاد المفروض احدد ثلاث تفاوتات، ففي ديتم A ديتم B ديتم C، بس الـ A ليه أهمية أكتر من الـ B أكتر من الـ C، يبقى بحطهم بالترتيب دي وفي خانات منفصلة. لو أهمية B زي الـ C بحطهم في كومبارتمنت واحدة، وما يهمنيش حطيت A الأول أو B الأول. في هنا restrictive specifications، يعني بحط مواصفات محددة بحط لها شرط. عندي هنا ده التوازي، وهنا التوليرانس فاليو 1/100، وحطينا هنا على ومية وهنا بي، فاللي زاد عندنا هنا ايه اللي هو المية دي. طب دي معناها ايه؟ معناها ان انا عندي سطح طويل على سبيل المثال متر، بس انا عاوزة كل اي مية ملي على السطح التفاوت بتاعها ما يزيدش عن 1/100. اي مية، مش كل مية يعني سلسلة همشي بتدور ورا بعض، لا، اي مية قيسهم على السطح عشوائي التفاوت بتاعهم ما يزيدش عن 1/100. والتفاوت عندي اللي هو التوازي، رمز التوازي هو. طيب هنا انا عاوزة السطح كله التفاوت بتاعه 1/10، بس بشرط ان كل 200 ملي من السطح التفاوت بتاعهم ما يزيدش عن 5/100، لان ممكن تلاقي السطح كله مظبوط ماشي حلو وفي حتة فيها عيب، فالعيب كله هيظهر في مكان واحد اللي هو 1/10. لا، احنا مش عاوزين العيب متراكم في مكان معين، احنا عاوزين اي 200 على السطح تفاوتهم ما يزيدش عن 5/100. بالنسبة لده حطينا restricted برضو بطريقة تانية، بدل ما حطها في الفريم حطيتها بطريقة تانية. انا عاوزة المنطقة دي بس، اهي الحتة دي من هنا لهنا بس، لان دي اللي هجمع معها حاجة تانية او هيجري عليها ينزلق عليها جزء تاني، فانا ما يهمنيش الا الجزء ده ومش هضيع وقتي في قياس باقي الجزء. فانا عاوزه الجزء ده بس هو اللي يوازي الديتم ده. بالنسبه للرسمه الثانيه انا عاوزه الديتم هو اللي ريستريكتد، فانا عاوزه السطح ده يوازي الحته دي بس من الديتم. هنشوف اهميه الكلام ده بعد كده في عمليه القياس. نيجي بقى للماكسيمم ماتيريال كونديشن. في رمز هتلاقيه عندك في الفريم، رمز ام ده يعني بتختبر الجزء على الماكسيمم ماتيريال برينسيبل، وده هنشوفه ازاي بالتفصيل. يبقى بصوا كده، لو انا عندي فريم زي ده البوزيشن الفاي اول ما اشوفها اقول يبقى التولرانس فاليو عباره عن اسطوانه قطرها كام، قطرها 4/100، الام اللي هو ماكسيمم ماتيريال برينسيبل، والاي اللي هو الديتم. ممكن الديتم هو اللي ياخد رمز ام، هنشوف بقى كل الفروق دي بعد كده، هنشوف الفرق بينهم. هنا ممكن الفيتشر اللي انا بوصفه ياخد رمز ام والديتم يبقى ام. هناخد بعد كده بقى طريقة القياس، بس هنكتفي بالفيديو ده علشان نعرف نحمله ان شاء الله.